مساء الخير. البوصلة أول حلقة في الأسبوع. طبعاً أنتوا عارفين إحنا فين. المعضلة التي أنا قاصداً باخدها بالتفصيل لأنها فرصة تاريخية إن إحنا نقول للناس إيه المشكلة، ليه بالذات دايماً بنقف عند هذا الاسم اللي اسمه ابن تيمية، وإيه أثره اللي إحنا ما أثبتناهوش لسه. أنا بس بقول لكم لعلكم أنتوا تكونوا الحكم، أما أنا هقول لكم رأيي في الآخر. آخر المعضلة دي ابن تيمية وفتاوى. طبعا احنا الاسبوع اللي فات اخر حلقه كنا وصلنا للحاكميه، بقى الموضوع الكبير قوي اللي مش محتاج يكفر بيه فرد او مجتمع او حاكم او صفه او شغله او صوفيه او طائفه او سنه يا حرام خلفوه في النيه ولا خلفوه في اللي بيقول اسافر وانا صايم لا مش صايم او اكل واكله مش عجباه او اي حاجه، يعني كل بقى اللي قلناه او صاحب البدع بالعموم او القتل اللي كف الضرر او كل اللي انت سمعتوه في 3 اسابيع. الحاكميه بقى بداناها التلات كملناها الاربع بكلام واضح صريح. النهارده نعمل حاجه بقى الطف شويه. تعالوا المتابع مش محتاج افكره يعني احنا واقفين فين، فتعالوا اقرا لكم على طول وهنتناقش شويه كويسين. يعني في بالمناسبة الإرهاب الحالي اللي أنا كاتبه الأسبوع اللي فات كنت كاتبه يعني وعدته هنا تاني، أنا لسه كاتبه يعني جديد. إحنا بس تعال نفكركم قبل ما أقرأ بس الحاكمية إحنا خلصنا إيه من؟ شوف يا سيدي، خلي قتل الجيوش والشرطة والحكام مع الحاكمية، لأنه لما بكفر المجتمع وبكفر حكامه زي ما أنا قلت لكم ما استقى محمد عبد السلام فرج آراءه من فتاوى ابن تيمية، هو اللي قايل، هو اللي ربط الربط ده مش أنا والله. وعنون كتابه الفريضة الغائبة وحط فيه 28 استشهاد من ابن تيمية عشان يقتله الرئيس بن قوسين المؤمن اللي هو شهرته يعني اللي خلوه الكافر الفرعون السادات الله يرحمه. طبعا دي هنخليها بس مع الحاكمية اللي احنا فيها بقالنا اخر حلقتين في الاسبوع اللي فات. قتل المرتدين احنا خلصناه بكل النصوص، ده الارهاب الحالي. بصوا انا كاتب ايه، الارهاب الحالي عشان بات ما تقولوش ده تاريخ ومعتزلة وبتاع، لا الحالي طبعا ما فيه الصوفية لان احنا الصوفية ندخله في المبتدعة، قتل المبتدعة، قتل الطوائف الإسلامية، قتل الغربيين بالعموم. انتوا عارفين لما قلنا على مسألة قتلهم بلا سبب، وبعدين هدم وتفجير وحرق الكنائس، قتل المسيحيين، المسيحيين دينا مش موضوع بقى غربيين انهم كفار، هنا كفار حتى لو في بلاد المسلمين، وانا قلت ده وفصلت. احنا بقى الأربعة دول يخصونا اللي هم كلهم واحد زي ما أنا قلت، الحاكمية وتكفير المجتمعات وتكفير الدول وتكفير الحكام، ومنها استحلال قتل هؤلاء جيش وشرطة وحكام، طبعا حكام منها بمعنى حتى قضاء حتى كده، وطبعا يدخل في كل دول الشعوب المنضوية تحت دول وراضية بحكمهم اللي هو المفترض أنه كافر ووحش وجاهلي والدستور والقانون. أنا قريت لكم 3 و4 كلام ابن تيمية عن الطوائف التي كان يقصد بها الحكام لأن هو اللي قال، والطوائف التي لا تحتكم لشريعة الإسلام، والآية اللي هم فسروها خطأ من أول الخوارج في خلافهم مع سيدنا علي لما قالوا أنه ومن لم يحكم بما أنزل الله، تخيلوا بيقولوا كده لعلي بن أبي طالب. تعالوا بس نقرأ نص وبعدين نبتدي بقى نخش على المضاهاة اللي أنا عايزها عشان تبقى واضحة وصريحة. شوفوا الأول، أنا لاحظت كده في الرسائل وفي التويتر وكده أنه في ناس أصلاً كلمة الحاكمية مش فهمها يعني مش توصلها قوي، وصح كلامهم صح أنه ده غلطي. الحاكمية تفسير إن الحكم إلا لله، الكلمة التي قالها الخوارج ثم ابن تيمية أسس لها، ثم بعد كده الطفل البائس الغلبان اللي اسمه سيد قطب، هوريكم دلوقتي عملي كلام سيد قطب وأوريكم الخطأ جه منين في مسألة تحكيم شرع الله. إذن الحاكمية مسألة في نظرهم تعني أن الحكم لله فقط، فمن حكم بأي شيء أو في أي شيء بغير هذا الحكم يبقى خرج برا الإسلام، كافر فاسق ظالم، لأن الآيات مرة جت ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الفاسقون الظالمون الكافرون، 3 آيات. وبالذات وطبعا لما يبقى كده حكام او محكومين يبقى مستحل كل حاجه انتوا عارفينها بقى اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي ده، لو عايزين تربطوا براحتكم يمكن ده مش السبب. شوفوا انا هقرا لكم حاجه من
زي ما قرينا كده لابن تيميه، هقرا لكم بس حاجه من سيد قطب وانتوا قارنوا، وهقرا لكم بعديها تاني كلام ابن تيميه وانتوا قارنوا. سيد قطب له كتب كتير، الكتاب اللي كان عليه المشكله في الستينات ووصل به الى مقصله الاعدام هو كتاب واحد، معالم في الطريق. الخطوره بقى في ايه؟ انه الكتاب ده مش هو اكبر كتبه ولا اشد كتبه ولا اكثر كلام يؤدي لتدمير المجتمع في كتبه. كتابه اللي موجود دلوقتي لحد دلوقتي ومحدش منعه وما عليهوش اي مشاكل، بل بالعكس لما خلص هقول لكم مين كان بيستشهد بيه وفين. وانا هقول لكم النهارده كلام انتوا عارفين انا بقيت صريح، بقول الكلام بطريقه انا عارفها بس ايه بكل صراحه بقى، ما فيش وقت نداري. فانا هقول لكم الكتاب ده بعد ما نقراه كان بيتنشر فين. بيتنشر على اجزاء اجزاء في النشر العادي للدولة في الصحافة في من 7-8-9 سنين القومية. تعالوا نقرأ مع بعض. ده كلام سيد قطب ماشي. هو بيقول ايه؟ ما هقولكوا كتاب في الآخر. ومرة أخرى نجدنا أمام شرط الإيمان، أمام شرط الإيمان وحد الإسلام يقرره الله سبحانه بنفسه ويقسم عليه بذاته، فلا يبقى بعد ذلك قول لقائل. اسمعوا الكلام. في تحديد شرط الإيمان وحد الإسلام ولا تأويل لمؤول، يعني الكلام برا الإسلام أو جوه الإسلام ده مش بمزاجنا، ده في رأي سيد قطب. وافتكروا كلام 3 و4 وهقول لكم دلوقتي كلام تيمية تاني بس جزء تاني يعني. اللهم إلا مماحكة لا تستحق الاحترام. مماحكة يعني كلام فاضي. وهي أن هذا القول مرهون بزمان وموقوف على طائفة من الناس. يعني هو بيرد على اللي بيقوله أيامها إن في بعض الآيات من الحاكمية والذي فصل فيها الله بغير ما اللي هي الآية الشهيرة أو الثلاث آيات اللي قلت لكم عليها، ومن لم يحكم بما أنزل الله، إن ده مرهون بطائفة كانت مقصودة في سياق الكلام ومرهون بزمان معين. وعلى فكرة ده الصح بالمناسبة. بيقول الكلام ده كلام فاضي، وهذا قول من لا يدرك من الإسلام شيئا ولا يفقه من التعبير القرآني قليلا ولا كثيرا. ده كلام سيد قطب. فهذه حقيقة كلية من حقائق الإسلام جاءت في سورة قسم مؤكد مطلقة من كل قيد، وليس هناك مجال للوهم أو الإيهام بأن تحكيم رسول الله هو تحكيم شخصه، هو تحكيم شخصه الكريم يعني، إنما هو تحكيم لشريعتي ومنهجي، وإلا لم يبقى لشريعة الله وسنة رسوله مكان بعد وفاته. يعني بيقولوا لو هو بيقول لهم لو الآيات دي تخص زمان ومكان وسياق يبقى ما فيش شريعة، مع إن ده برضو مش صح. وذلك قول أشد المرتدين ارتدادا، يعني كمان خلى اللي بيقولوا الرأي ده بقوا أشد من المرتدين المعلنين ارتدادهم. إذن ده بداية استحلال الدم على عهد أبي بكر، وهو الذي قاتلهم عليه قتال المرتدين اللي هم ما يسمى حرب مانع الزكاة، وأنا شرحتها زمان، بل قاتلهم على ما هو دونه بكثير، يعني أقل من القول ده وقاتلهم أبو بكر. طبعا ده استشهاد باطل، لأن وقعة قتال سيدنا أبو بكر مع ما يسمى مانع الزكاة كان لها ملابسات تانية خالص. فهو بيدي بقى السبب. خلي بالكوا الكلام ده مهم، هو ده اللي انتوا شايفينه وهوريكوا في الآخر النتيجة الكاملة. فبيقول لي وهو مجرد عدم الطاعة لله ورسوله في حكم الزكاة. على فكرة ده مش اللي حصل في الأول، لكن مش وقته نعيده. وعدم قبول حكم رسول الله فيما بعد الوفاة. هو بيدي مثل كل ده عشان ايه؟ اوعدتوه منكم الموضوع الاصلي، انه من لم يحكم بما انزل الله. وعدم قبول حكم رسول الله، واذا كان يكفي لاثبات الاسلام ان يتحاكم الناس الى شريعه الله وحكم رسوله، فانه لا يكفي في الايمان هذا. خلي بالكوا بقى. هنا اللعبه بدا واخد من الاستاذ الفاضل ان الاسلام غير الايمان. فيقول لك انت اسلمت وقلت الشهاده عيوني. بس الايمان ما لم يصحبه، لا يكفي في الإيمان ما لم يصحبه الرضا النفسي والقبول القلبي وإسلام القلب والجنان، هذا هو الإسلام وهذا هو الإيمان. فلتنظر نفس أين هي من الإسلام وأين هي من الإيمان قبل ادعاء الإسلام وادعاء الإيمان. خلي بالكم من كلمة ادعاء، هو اللي قدامه بيقول له أنا مسلم لكن ليه تأويل في كذا، هو شايف ده ادعاء وهم مرتدين زي ما هو كاتب. يعني ببساطة كل ما هو يخالفه في الفكر هو مرتد. وده الكلام بالظبط اللي قريته يوم الثلاث والاربع اللي فات. وهقرا لكم تاني حاجه زي ما قلت عن ابن تيميه النهارده. تاني ده بقى بيقولوا فين؟ دي بقى الخطوره. ها
انتوا فاكرين يعني لو فاكرين الكلام ده بهذه الحده والوضوح لتكفير الناس رغم ادعائهم في نظر الاسلام والايمان، وانا قلت لكم ان الرسول قال لخالد بن الوليد كلام صريح واضح اشققت عن قلوبهم لما قال له انهم قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله اتقاء، يعني مجرد كلام عشان ما نقتلهمش او ما نحاربهمش. يبقى الكلام كان المفترض يترد بيه على الكلام ده ان هو بيقول هنا ادعاء الاسلام وادعاء الايمان. الكلام ده بقى فين؟ قبل ما نكمل النص الثاني، الكلام ده في تفسيره الشهير جدا والموجود في كل المكتبات اسمه في ظلال القرآن، ده صفحة 696 و697 وطبعة دار نشر شهيرة جدا. السؤال لسه نصوص كتير، ده سيد قطب وده يكاد يكون واخد نفس الكلام بس ببلاغة أكتر، وأنا هكلمكم عن سيد قطب في الحلقتين دول كلام مهم وهو صاغه، بس ياريت بقى في كتابه اللي دخل والإعدام والحاجات الكبيرة اللي هو معالم في الطريق، لا ده كتاب تفسيره للقرآن اللي موجود في كل مكتبة في مصر. وطبعا ده مش النص الوحيد، ده أنا لسه هقول لكم في ثنايا التفسير إيه اللي ممكن يتقال وإيه اللي ممكن يخرج شاب أو يدخله طبيعي يخرجه واحد تاني شايف كل المجتمع اللي حواليه مدعي الإيمان والإسلام وأنه لا يتحاكم لشريعة الله فأنه لا يستطيع أن يقول عن نفسه مجتمع مسلم. هطلع فاصل دقايق وأرجع لكم.